حول العالم تحدث الكثير من الأشياء الصعبة والكوارث الطبيعية الخطيرة، والتي بدورها من الممكن أن تلحق الأذى والضرر للكثير من البشر، حتى إن بعضا من هذه الأشياء قد تم تصويره على الكاميرا في مشاهد مرعبة للغاية. ونحن هنا اليوم في هذا الفيديو سوف نتعرف على بعض من هذه الأشياء ونشاهدها معا. قبل البدء لا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل ما هو جديد. هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا نبدأ. في واحد من المشاهد الخطيرة جدا تم تصوير هذا المقطع في المكسيك، حيث كان هذا الإعصار المدمر يضرب هذه المنطقة والتي أحدث فيها تلفا كبيرا للغاية. هذا الفيضان الخطير المدمر الذي حدث في الصين تسبب في الكثير من المخاطر، حيث إنه لم يكن يحمل معه الأشجار والقمامة فقط، بل إنه كان قادرا على تحريك المنازل بالكامل. فوق هذا الجبل كان يوجد هذا الطريق، لكنه لم يكن مسموحا لأي شخص بالمرور من فوق هذا الطريق في هذا اليوم. السبب هو تساقط كمية كبيرة جدا من الصخور والثلوج، وبهذا الشكل المرعب. ما الذي كنت سوف تقوم به لو كنت مكان هذا الشخص الذي يصور هذا المقطع؟ يعتقد الكثير من الناس أن هذا المشهد هو واحد من مشاهد أفلام نهاية العالم، ولكن في الحقيقة أنه واحد من المشاهد الحقيقية التي حدثت في عام 2011 في اليابان بعد حدوث التسونامي. تم تصوير هذا المقطع في بوليفيا، والذي فيه كان هذا المنحدر الجبلي قد تعرض إلى الدمار، وكان يدمر كل المنازل التي في طريقه، مما دفع السكان إلى مغادرة البيوت على الفور. يوضح هذا المشهد الرعب الكبير الذي يعيش فيه رجال الإطفاء في محاولة السيطرة على الحرائق الضخمة. في الحقيقة أنه لا يعلم أي شخص كيف كان هذا السائق قادر على الحفاظ على هدوئه بهذه الطريقة وأمام هذا الإعصار الضخم في ولاية تكساس. ما الذي كنت سوف تقوم به لو كنت واحدا من الأشخاص الذين يعيشون داخل هذا المنزل وترى أمامك هذا الكم الهائل من الثلوج تتحرك حول المنزل؟ تم تصوير هذا المشهد المرعب في جنوب أمريكا بعد أن تعرضت هذه المنطقة بالكامل إلى الانهيار والسقوط الأرضي بهذا الشكل. مشهد رائع جدا لهذه المرأة التي استطاعت النزول من هذا الفيضان الخطير حتى تستطيع إنقاذ الحيوانات الأليفة الخاصة بها. هكذا كان ينتظر الكثير من الناس انهيار هذا الجبل الجليدي فوق هذا النهر بهذا الشكل. بسبب هذا الفيضان الخطير استطاع هذا النهر أن يحمل الكثير من الأشياء وهذه الألواح الجليدية في مشهد مرعب. مشهد خطير جدا لهذه السيول الكبيرة التي كانت تتحرك في كل مكان في هذه المدينة، والتي كانت قادرة على إلحاق الضرر بالكثير من السكان. هذا الرجل كان يخاطر بحياته بدرجة كبيرة جدا عن طريق الوقوف في هذه المنطقة، والتي كانت الرياح فيها شديدة بهذا الشكل المرعب.
مشهد مرعب للغاية لهذا الانهيار الجبلي الذي حدث بعد حدوث واحد من الزلازل الخطيرة جدا في الصين، وتم تصويره بالكاميرا. في إحدى المدن في استراليا تم تصوير هذا المشهد، والذي فيه كانت تظهر هذه العاصفة الرملية الخطيرة، وكان الكثير من الناس يشاهدونها. استطاعت كاميرا المراقبة على الطريق تصوير هذا المشهد عند حدوث الزلزال، وكان هذا تمثال على وشك السقوط فوق هذه السيارة، ولكن لحسن الحظ أن سائق هذه السيارة استطاع الابتعاد في الوقت المناسب. في هذا المشهد أيضا تظهر كاميرا المراقبة بعد أن استطاعت تصوير أولئك الأشخاص بعد أن تعرضوا إلى هذا الزلزال الخطير. كان ذلك داخل هذا المتجر، وكانوا جميعهم يهربون للنجاة بحياتهم. في شمال إيطاليا حدث هذا الفيضان الخطير الذي أدى إلى غرق الشوارع بالمياه، حيث كانت السيارات متراكمة فوق بعضها البعض في هذا المشهد. تمكن مجموعة من السياح في سويسرا من تصوير هذا الفيديو لهذا المشهد الذي فيه يتعرض هذا الجبل إلى الانهيار بهذا الشكل. في الولايات المتحدة الأمريكية تم تصوير هذا الفيديو لهذا الجبل وهو يتعرض جزء منه إلى الانهيار بجانب جراج السيارات التي كانت مركونة، ولحسن الحظ أنه لم تتعرض أي سيارة إلى الأذى بعد هذا الحادث. في هذه المرة كان هؤلاء الناس يشاهدون هذا المشهد الخطير، لكنهم كانوا على مسافة بعيدة لكي يتوخون الحذر. يوضح هذا الفيديو كمية الثلوج الكبيرة التي تساقطت في إحدى المواسم الشتاء في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا المشهد مرعب للغاية، حيث إن البرق كان قريبا جدا من هذه السيارات، وتم تصويره بطريقة مرعبة للغاية. يعبر هذا المشهد عن الصعوبات الكثيرة التي يتعرض لها سكان هذه المناطق بعد تساقط هذا الكم الهائل من الثلوج، والذي يعيق الحركة بدرجة كبيرة. في سبتمبر من عام 2022 حدث هذا الزلزال الخطير في تايوان، والذي كان يهدد حياة الكثير من الناس في محطة القطار، حتى تعرض القطار إلى الانقلاب على جانبه بهذا الشكل. هكذا استطاع كل هؤلاء الأشخاص التصرف بطريقة صحيحة جدا بعد حدوث الزلزال، حيث إنهم جميعا لجأوا إلى النزول أسفل هذه الطاولات للحفاظ على حياتهم. هذا المشهد يعبر عن صعوبة المعيشة في البرازيل بعد سقوط كمية كبيرة جدا من الأمطار، والتي تسببت في العديد من المخاطر لسكان هذه المنطقة. وفي هذا الوقت اضطر كل السكان إلى الصعود إلى سطح المنازل حتى يتمكنوا من الابتعاد من أمام هذه المياه بهذه الكميات الضخمة. كما إن البعض الآخر كان يضطر للجلوس فوق هذه الجدران فقط حتى تأتي الطائرات الهليكوبتر لتقديم المساعدة. هذه هي النتائج المترتبة على حدوث واحدة من أخطر الفيضانات في مكة في المملكة العربية السعودية. في الهند في سبتمبر من عام 2022
ضربت هذه السفينة عاصفة وموجات خطيرة للغاية تسببت في هذا الحادث الخطير وتعرض حياة الكثير من الناس إلى الخطر الكبير. هذا الفيضان الخطير أدى إلى الكثير من الصعوبات على هؤلاء الأشخاص، كما إنه قام بتدمير الكثير من المنازل في مشهد مخيف للغاية. تم تصوير هذا المقطع في هاواي، وكان يعتبر واحدا من أكثر المقاطع تداولا حول العالم، ذلك بسبب هذه الكميات الكبيرة من الحمم البركانية والتي أدت إلى الاقتراب من هذه السيارة وحتى اشتعلت بالكامل. هذه هي مخاطر المعيشة بالقرب من البراكين النشطة. تعرض هذا السقف إلى الدمار بهذا الشكل وتم تصويره على كاميرا المراقبة، ولكن لحسن الحظ أنه لم يتعرض أي شخص إلى أي مخاطر. كانت الرياح في هذا اليوم في هذه المنطقة قوية للغاية، حتى يقال إنها كانت تصل إلى 150 كيلومترا في الساعة، وهذا ما كان يتسبب في حركة المياه بهذا الشكل. في هذا المشهد الذي تراه أمامك كان يحدث زلزال في هذه المنطقة بقوة 6.8 ريختر، كان يتسبب في اهتزاز الأرض بدرجة كبيرة للغاية، حتى إن المياه التي كانت توجد في هذا النهر كانت تتحرك بهذا الشكل المرعب. في هذا الفيديو أيضا خرجت هذه المياه بكميات كبيرة جدا عن السيطرة، مما نتج عنها تدمير هذه التربة بالكامل، وكان يواجه الناس صعوبة كبيرة في محاولة إيقاف حركة المياه. هذا الفيديو يوضح كيف أن هذه الأمواج كانت قادرة على عبور هذا السور، مما يعني أنه في الكثير من الأحيان تستطيع قوى الطبيعة تشكيل خطورة على الإنسان بدرجة كبيرة جدا. وفي النهاية، ما هو أكثر مشهد نال إعجابك اليوم في هذا الفيديو؟ أخبروني في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس الإشعارات حتى يصلكم منا كل جديد. إلى اللقاء في الفيديو القادم.